أولا إلى من أرسل هود عليه السلام؟ الجواب إلى قوم عاد. ثانيا إلى من أرسل نبي الله صالح عليه السلام؟ الجواب إلى قوم ثمود. ثالثا ماذا كان عقاب قوم ثمود؟ الجواب أهلكهم الله بالطغية أي الصيحة المدمرة. رابعا إلى من أرسل لوط عليه السلام؟ الجواب إلى أهل الشام. خامسا ما اسم القرية التي أرسل إليها لوط؟ الجواب إلى قرية سدوم، وكان قوم يعلمون الفاحشة للذكور دون الإناث. سادسا من هم النبيين الذين اشتركا ببناء الكعبة؟ الجواب إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. سابعا من أول من نادى بالحج إلى بيت الله الحرام؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. ثامنا كيف أعجز سيدنا إبراهيم النمرود عن التمادي في الكفر؟ الجواب أمره أن يأتي بالشمس من المغرب. تاسعا من هم ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة؟ الجواب جبريل، إسرافيل، ميكائيل. عاشرا من هو النبي الذي ذكره الله تعالى في القرآن في 25 سورة؟ الجواب إبراهيم الخليل عليه السلام.